إذاعة البرنامج الثقافي تقدم بانوراما مسرحية. إعداد وتقديم معتز العجمي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. بتأمل الدور الذي لعبه المسرح منذ فجر البدايات عند اليونان ومرورا بالعصور المختلفة والاتجاهات العديدة، يمكننا القول بأن هذا الفن دون سواه كان أقدر على استيعاب المشكلات والرؤى التي يطرحها الواقع. ربما هذا الاستيعاب يكون من أجل الكشف أو النقد، وهذا ما قد نلمح آثاره بشكل ما أو بآخر في المسرح السياسي الذي لنا وقفة معه اليوم مع الأستاذ جلال الهجرسي، الفنان والناقد المسرحي. أستاذ جلال، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. فأمضي مولانا ولي مصر سعادة سليمان أبا لا أحد يسمع خيال الضر أو أغاني عرب أو غير ذلك، والكل أن يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للموت العلني الخالف. الفنان والناقد المسرحي الأستاذ جلال الهجرسي، ربما حديث هذه الليلة عن المسرح السياسي، وفي البداية مفهوم المسرح السياسي. أولا اسمح لي في بداية البرنامج أن أنا أحيي ثورة 25 يناير، لأني أظن أن واقع مصر الحالي وواقع ثورة 25 يناير المجيدة ربما كان له الأثر في النظر وإعادة النظر في مفهوم السياسة والكلام في السياسة، وإعادة النظر أيضا إلى المسرح السياسي. هناك العديد من وجهات النظر التي قد تختلف أو تتفق في مفهوم المسرح السياسي، أو دعنا نتكلم ونقول المسرح والسياسة. من المعروف بداهة أن المسرح هو مرآة المجتمع، وأنه الفن الحي المتأثر والمتفاعل مع المجتمع، ونتاج كل متغير حضاري وكل تفاعل إنساني اجتماعي سياسي. وبالتالي فالمسرح هو رد الفعل الفني الإبداعي تجاه الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، بل والواقع النفس الفردي أيضا. يعني ليس صحيحا أن المسرح السياسي يرتبط باتجاهات ثورية. لم نقل ذلك بالتحديد، ولكن ربما يرتبط باتجاهات ثورية، وربما يرتبط باتجاهات تنويرية، وربما يرتبط باتجاهات تحريضية، وربما يرتبط باتجاهات تحليلية فكرية من أجل عرض الواقع وترك المتلقي كمقيم لهذا الواقع بشكل أو بآخر، لتكوين وجهة نظر ربما تكون سياسية وربما تكون اجتماعية وربما تكون ثقافية. إلا أن المسرح باعتباره ظاهرة اجتماعية تتكون من عدد من المؤدين في مكان له مواصفات خاصة، يحضر إليهم عدد من المتلقين الذين يمثلون عدد من شرائح المجتمع المختلفة. هذه الشرائح لا شك أن هناك تفاعل
ورابط ما يربطها بالمتعة الجمالية من ناحية، وبالمتعة الفكرية من ناحية، وبكم القضايا المطروحة عبر العرض المسرحي وعبر تركيبته الدرامية أيا كان شكله إيه. وهنا يقول بعض المنظرين أو يمثل اتجاه نقدي ما أن كل المسرح سياسي، على اعتبار أن الفكر السياسي يؤطر الأفعال الاجتماعية على أنها نتاج واقع سياسي معين. البعض يقول مثلا أن طابور العيش هو نتاج واقع سياسي، البعض يقول أن زحام وسائل المواصلات في الشارع، عدم نظافة الشوارع، تلوث المياه، تلوث الهواء إلى آخره، إنما هي نتاج لواقع سياسي معين. أو عكس ذلك بالتأكيد، يقولون مثلا ان ارتياح الواقع الاجتماعي ونظافة البيئة والى اخره هي ايضا نتاج لواقع سياسي. وبالتالي اصبحت كلمة سياسي كلمة واسعة المدى، كلمة فضفاضة يمكن ان تطلق على كل فعل في المجتمع في كل وقت في كل مناسبة، على اعتبار انه تفاعل سياسي نتيجة الوضع السياسي في مجتمع ما أو في بلد ما. وبالتالي المسرح والسياسة وجهان متقابلان على الدوام، أو متلازمان، أو متلازمان على الدوام، أو متفاعلان على الدوام. المشكلة في تعريف سياسي، كلمة سياسي. إذا عرفنا كلمة سياسي سوف تأخذنا بالتأكيد لطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو بين الراعي والرعية قديما وحديثا أو بشكل معاصر. هذه العلاقة لا شك أن لها مستويات ولها أنواع ولها أفعال ولها ردود أفعال، لا شك أنها تخرج في إبداعات المجتمع وإبداعات المبدعين في كثير من الأشكال الاحتفالية، حتى منها الأشكال الاحتفاليات الشعبية كفن الأراجوز مثلا وخيال الظل كفنون الحاوي. لكن أستاذ جلال، متى أمكننا أن نقول مصطلح المسرح السياسي؟ والله تصنيف المسرح واصطلاحيات التصنيف وظهور المصطلحات في فن المسرح في مصر بالتحديد كلها مستوردة، زي ما استوردنا المذاهب المسرحية، تيار الواقعية وما قبل الواقعية وما بعد الواقعي، ومنها المسرح الملحمي. يعني ماذا نقصد بالمسرح الملحمي؟ المسرح الملحمي هو ترجمة لنظرية برتولد بريخت أو برتولد بريشت في المسرح، وبرتولد بريشت صاحب هذه النظرية ضدا على المذهب الواقعي، وهو عمل تجديد في أدوات وآليات العرض المسرحي، عمل حاجة اسمها التغريب، أي عرض الحادثة المألوفة على اعتبار أنها شيء غريب من أجل جعل المتفرج في موقف الناقد وليس في موقف المتعاطف مع الأحداث أو المندمج مع الأحداث، بإحداث مجموعة من الوسائل من شأنها كسر عملية الوهم أو كسر نظرية الوهم في التلقي نفسه، لأن العرض الواقعي أو العرض التقليدي قائم على الاندماج من ناحية المؤدي الذي يقابله توهم أو وهم أو إيهام من ناحية المتلقي، وبالتالي بيحصل نوع من التوحد بين المؤدي والمتلقي في العرض التقليدي. إنما في العرض الملحمي يريد المخرج والمبدع بريخت في كل أو بين حين وآخر أن يذكر المتلقي بأنه متلقي ويشاهد المسرحية ويشاهد تمثيلية، وأن ما يحدث إنما هو تمثيل، وعلينا أن نرى هذه الواقعة بعين الناقد، ومسرحه مسرح تحريري، وطبعا له خلفياته التاريخية والسياسية والحضرية. لكن هل هذا التجديد في الشكل أو الطريقة التي تقدم بها الدراما جاء مواكبا لمضمون ما كان بريخت يركز عليه؟ نعم نعم، من أجل طرح مضمون
تحريضي سياسي، لأن كان هناك تضخم في الاتجاه الرأسمالي يقابله أزمات في طبقة العمال والنقابات، وبالتالي هناك صراع ما بين نظام رأسمالي ليس لديه أي توجه سواء نظرية المكسب والخسارة، وهناك نظام اجتماعي قائم على العمل والحياة، فهناك عمل وحياة يتم إفسادهما من أجل نظرية المكسب والخسارة. وبالتالي كان الصراع دائما وتاريخيا معروف بين المؤسسات النقابية من ناحية والمؤسسات الإنتاجية الرأسمالية من ناحية أخرى. يعني إذن هناك مجموعة من الأنماط يقدمها هذا الكاتب وهذا المخرج في المسرح الملحمي. الأنماط مسرحيا هو مصطلح يخص الشخصيات، نعم، ولكن حضرتك تقصد الأنماط الفكرية بالضبط، نعم، أو 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 الاتجاهات أو التيارات الفكرية. التيار الفكري هو الأيديولوجيا، ما أو الأيديولوجيا، نعم، هي فكرة الحرية بشكل عام وفكرة المساواة بشكل عام وأرضيتها أرضية الواقع الاشتراكي ونشر النظرية الاشتراكية بشكل عام في مقابل الفعل والممارسة الرأسمالية. وبالتالي فهناك صراع، ولكي يعي المتفرج باعتباره مواطن يعيش في هذا البلد، لكي يعي أطراف هذا الصراع جيدا ويعي حقوقه، فليس عليه بالمرة أن يندمج في العرض المسرحي، بل عليه أن يكون في موقع الناقد والمقيم وليس الكائن المسيس المنساق إلى فكر ما أو اتجاه معين، مثلما حدث مثلا في تيار الواقعية الاشتراكية التي تجعل المسرح بوقا ودعاية لنظام حكم معين يجعل المتلقي كشعب ساكن تحت هذا النظام وموافق عليه وراض به تماما. إلا أن المسرح الملحمي هو مسرح تحريضي ثوري في البداية، وبالتالي قامت نظرية المسرح الملحمي على كسر حاجز الوهم وكسر المسافة الجمالية والمسافة الفنية بين المؤدي والمتلقي. هذا الكسر من شأنه أن يذكر المتلقي على الدوام بأنه يتلقى عرضا مسرحيا، يعني تمثيل في تمثيل. لكن هناك قضية ما تطرح من خلال هذا العرض. نعم. لأن كسر هذه المسافة إنما الغرض منه إعمال العقل وليس إعمال الوجدان بالضبط. بشكل أو بآخر، وطالما أن هناك إعمال للعقل فهناك أفكار وهناك تجاوب بين أفكار متعارضة يصل المتلقي في نهايتها إلى حكم ما أو قرار ما يصر عليه حتى تتكون ثورة لتغيير نظام معين. يعني إذن ربما تكون فكرة الملحمية بعد من أبعاد المسرح السياسي، لكن الفنان والناقد المسرحي الأستاذ جلال الهجراسي ربما هناك جانب آخر أو بعد آخر، هو المسرح الوثائقي أو المسرح التسجيلي. لكن يعني دعنا نأخذ هذا الفاصل ونعود للحديث عن هذا النوع. إشاعات وإشاعات في كل مكان وعلى كل لسان ان التاجر خالد بن النعمان هيعينه السلطان شهبندر التجار، لان شهبندر التجار اللي قبل كده كان اتركه هادم اللذات ومفرق الجماعات، يعني مات وفضل المنصب خالد. ولما كتر الحديد والكلام بان التاجر خالد بن النعمان هيعينه السلطان شهبندر التجار، صارت الناس تنظر إليه بعين احترام، واللي يقول عليه ده راجل همام، واللي يقول ده كدع كدع كمان، وراجل تجارته وحلية بضاعته. واتفرج يا فندم. لما تكون هذه الوسيلة من خلال خيال الظل رمز أو تورية سياسية؟ لا، هو في البداية بس دعني أقول لك أن المسرح الملحمي مذهب مسرحي كامل، نظرية كاملة البناء، وطيار مسرحي غزا العالم العربي وغزا العالم كله، لأنه غير نظرية التلقي،
قام بالتعديل في نظرية الطلاق، وهذه إضافة قوية جدا، ولكن هذا التعديل هو بنفس آليات المسرح المتعارف عليها، بل من المسرح اليوناني القديم، لجأ إلى الراوي وإلى الجوقة أو الكورس، ولجأ إلى اختزال الديكور الواقعي في أيقونات بسيطة، لجأ إلى تغيير الملابس، فضح الملابس المسرحية، فضح الخدع المسرحية، إسقاط أدوات الإضاءة، وجعل المتلقي يرى أدوات الإضاءة التي تنير وتطفئ على الممثل، وأضاء الصالة مع مكان التمثيل في نفس الوقت، هي مجموعة من الأدوات التي تذكر المتلقي دوما بأنه إنما هو مجرد متلقي يشاهد تمثيلية، يعني ويشاهد يعني عرض مسرحي. يعني الملحمية ليست بعدا من أبعاد المسرح السياسي، هي عمق المسرح السياسي، هي لب المسرح السياسي، لأن 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 المسرح القائم على تغييب وعي المتلقي ليس مسرحا سياسيا من وجهة نظر برتولد بريشت، ولكن المسرح القائم على إيقاظ وعي المتلقي هو المسرح السياسي الذي يجعل من المتلقي كائن سياسي واعي ثائر يستطيع أن يغير في واقعه، وبالتالي استحدث مجموعة من الأدوات التي تجعله يقظا على الدوام. هذه اليقظة المستمرة قد يشوبها بعض الوجدان، لأن فن المسرح في النهاية فن متعة، ولذلك نجد في مثله الشهير في مسرحية الأم شجاعة، لا شك أن هناك وجدان متأجج، لا شك أن هناك أم لها مشاعر أمومة، لا شك أن هناك بعض مشاعر التعاطف مع الشخصية، لكنها تكسر على الدوام، فهو كلما يقيم هذه العلاقة العاطفية بين المؤدي والمتلقي فليكسرها بحدث، فليكسرها بوسيلة، بإضاءة، بملابس، براوي، بكورس، بأغنية، بموسيقى حية، بأي عنصر من عناصر العرض المسرحي التي تجعل الطرح الأيديولوجي هو في المقام الأول، وبالتالي الطرح السياسي فيه هو في المقام الأول. دعني أرجع إلى جزئية قد تكون فاتتني من أول تسجيل الحلقة، وهي المسرح والسياسة. هل المسرح معبر عن الوضع السياسي، أم أنه ناقم على الوضع السياسي، أم أنه يدعو إلى تغيير الوضع السياسي، أم أنه يدعو إلى تدشين وضع سياسي قائم على الوضع السياسي الموجود بغرض تطويره مثلا، بغرض هل المسرح السياسي هو مسرح دعاية للجهة السياسية الحاكمة لمجتمع ما، أم أنه مسرح دعاية للشعب ضد الجهة السياسية الحاكمة لمجتمع ما؟ يعني دعنا نجيب على هذه الأسئلة أستاذ جلال، لكن بعد فكرة المسرح التسجيلي والوثائقي الذي كان يسير في خط موازن للمسرح الملحمي. هو المسرح التسجيلي أو الوثائقي أو مسرح الجريدة الحية كما أطلق عليه، هو مسرح يقوم على استلهام الوقائع اليومية في شكل مشاهد مسرحية تقوم على نظرية وآليات العرض الملحمي. وقد سبق إروين بيسكاتور برتولد بريخت بزمن قصير جدا، إلا أنه في نفس الاتجاه، والغرض والطرح الأيديولوجي في المسرح الوثائقي هو الطرح الأيديولوجي في المسرح الملحمي. لا بد من حتمية التغيير، قضية التغيير من القضايا الأساسية التي طورت المجتمعات، وهي من القضايا الأساسية والدوافع الأساسية لقيام ثورات ولتغيير نظم سياسية دولية ولتغيير نظم سياسية داخلية في مجتمع ما. قضية التغيير هي البعد الأيديولوجي أو البعد الفكري الأساسي التي قامت عليه هذه الأشكال المسرحية التي سميت بالمسرح الملحمي أو المسرح التسجيلي،
كلها أدوات واحدة، ولكن المسرح التسجيلي يلجأ إلى الوقائع الحياتية الحية المعاصرة للمتلقي التي يعيشها في نفس اليوم. أما المسرح الملحمي قد يلجأ إلى الأسطورة، قد يلجأ إلى التاريخ، قد يلجأ إلى التراث، إلى الحكايات الشعبية. قدامه يعني متسع ضخم جدا من استلهام الموضوعات والأحداث وإعادة صياغتها في شكل غريب. وهنا مفهوم التغريب يعني اللي هو معناه ببساطة جعل المألوف غريبا. صحيح. فهو بيعيد صياغة التراث المعروف ويمكن هذا إلى إعادة اكتشاف. نعم، ويمكن هذا كان واضحا من خلال مسرحية اتفرج يا سلام لرشاد رشدي، والتي استمعنا إلى فواصل أو مسامع منها. نحن الآن يا صديقي استمعنا إلى تقديم في صورة راوي. نعم. لأحداث معينة، وهذا التقديم من شأنه أن يذكر المتفرج أنه يشاهد عرضا مسرحيا أو لعبة تمثيلية ولعبة تمثيلية. هناك مسافة بين المتلقي وبين ما يشاهده، وهذه المسافة الغرض منها التقييم، لأن هناك طرح سياسي. الطرح السياسي هو الغرض الأساسي من وراء العرض المسرحي، تنمية الوعي السياسي، تنمية الوعي الوطني، تنمية الفكر، هو الغرض الأساسي. كان المسرح هو المنبر الذي يقوم بهذه التنمية في العصر السابق، وقد تأثر المسرح المصري بهذه التيارات ابتداء من مرحلة نهاية الستينات بعد عودة البعثات التي منها الأستاذ كرم مطاوع رحمة الله عليه، والأستاذ سعد أردش، والأستاذ جلال الشرقاوي، وجيل من المخرجين أتوا بهذه النظرية وتعاملوا بها، وترجمت بعض مسرحيات برتولد بريشت وعرضت في المسرح المصري، وكان تيارا تأثر به المسرح المصري تأثرا شديدا، واستمر عشرات السنوات حتى نهاية الثمانينات أو وفي التسعينات، وحتى الآن تقام بعض العروض القائمة على الملامح الملحمية في المسرح المصري، خاصة وأن العرض الملحمي يستلهم التراث، والتراث العربي والتراث المصري غني حقيقة بالمواد التي يمكن أن يتعامل بها المسرح على هذا النسق. وهناك تجارب أيضا في المسرح التسجيلي في مصر، كتجربة النار والزيتون ألفرد فرج، وهناك تجارب كثيرة، ولكن الغرض الأساسي هو التفاعل بين فن المسرح والواقع السياسي. هل المسرح هو الذي يقود الجمهور إلى تغيير واقعه السياسي، أم أن المسرح تابع للتغيير الواقع السياسي؟ وهنا أعود لبداية حلقتنا اليوم إلى تحية ثورة 25 يناير عام 2011، لأن هذه الثورة لم تتحرك من خلال فن المسرح، ولكن سوف يتحرك فن المسرح مرة أخرى وراء هؤلاء الثوار الشباب أصحاب الوعي، نتيجة التعامل مع الميديا ومع العالم المفتوح. الميديا والعالم المفتوح وثقافة العصر الحالي هي المصدر الأساسي المعلوماتي الذي بنى وعي هؤلاء الشباب، والذي جعلهم يطالبون بالحرية ويحققون يعني خطوات. نريد توضيح ذلك، لكن بعد هذا الفاصل. أستاذ جلال، ما كانش سليمان أغا يخاف من خيال الضيل. مظبوط، أصله جبال. يا نسوة صوتكم، الحيطان فيها وداش. الودان اللي مالك فيها نقطاع ومين عند صاح؟ والله انتوا هتودونا الداهيه. قوم بينا يا سيد اخويا، قوم روح السوق. روح السوق نعمل ايه؟ قوم بس، اصلهم عاملين جدعان. طبعا جدعان. ايوه جدعان، مستر عبد العال والاسكافي. سيبوني في حالي، هم عاملين جدعان قوي. راجل غلبان يا جدع كده، ما تبقاش كسلان. انا عايز انام. الله يا جدع. العصيان ده بيقول عليه الكسل الشديد، وابو المعاطي عمال يزقه قدامه وخده وخرجوا من الحي. باين قوي ان حاجب المحكمه غاضب جدا. يا علي، مساء كريم،
زمان المحكمة كتير النهاردة. السيد بطل أشوار. سيد بطل أشوار. أي محكمة ليه؟ الجنود مرين وقابضين على واحد ومدخلين المحكمة. عملية سيدك هتعبس، بيقولوا غش في المزاز. قالوا لا قوة الا بالله. مفيش امر قبل السيد بكر اشوار. هو ده الحضر عثمان حمزة ليه اهو. السلام عليكم. دخل عثمان حمزة. مولانا القاضي السيد بكر اشوار جوه في المحكمة قابضين عليه. هنشوفه عمل ايه. خمسة وعشرين يناير ثورة مختلفة مختلفة في كل الأشياء. ثورة لم تتأثر بفن المسرح بل سوف يتأثر بها فن المسرح المصري. يعني ثورة في استلهام الموضوعات. نعم استلهام نعم لا سوف يستلهم المسرح الشكل الملائم للتعبير عن هذه الثورة بعد هذه الثورة وليس قبلها. أما الفارق التاريخي والجوهري نعم. يعني ما هو أنسب الأشكال التي تعبر عن هذه الثورة في رأي حضرتك؟ في رأيي أنه ليس من العقل ولا من المنطق أن نحصر التعبير في شكل معين، ولكن علينا القراءة النقدية بعد انتهاء العملية الإبداعية وليس قبلها حتى لا نحجر على حرية الإبداع. المبدع قد يرى شكلا ما من الأشكال وقد يصيب وقد لا يصيب، ولكن العبرة بنجاح الظاهرة المسرحية. وهناك هم أريد أن أطرحه من خلال هذه الواقعة، لأن الثورة العظيمة قامت على جثة المسرح المصري. المسرح المصري مات. المسرح المصري لم يتبقى منه إلا أشلاء، رغم أن مصر تمتلك مسرحا عظيما وتمتلك أدوات مسرحية عظيمة وتمتلك فنانين عظماء وتمتلك مبدعين في كافة المناحي المسرحية. أين كانوا هؤلاء يا أستاذ جلال؟ كانوا معترضين على مسمى المسرح مهرجان المسرح التجريبي، ومعترضين على سوء الإدارة للمؤسسات المسرحية. ونتمنى في القريب العاجل بإذن الله أن تتغير الرؤى وتتغير الذهنيات في التعامل مع الإبداع. مصر بها أعظم مبدع العالم في فن المسرح والفنون الأخرى، ولكن بما أن الحلقة خاصة بفن المسرح فلدينا أعظم مبدع المسرح في العالم العربي إن لم يكن في العالم أجمع. لدينا تراث محمود دياب، لدينا شباب جديد من الكتاب، لدينا شباب جديد من المبدعين، لدينا شباب جديد من الممثلين ومهندسي الديكور ومصمم العرائس ومصمم الاستعراضات. أين يذهبوا؟ أين ذهبوا؟ أين كانوا؟ لماذا أفل المسرح المصري قبل 25 يناير؟ نتمنى أن تكون ثورة 25 يناير هي الشعلة والشرارة التي سوف توقد أنوار المسرح المصري بإذن الله. يعني ختاما في رأي حضرتك، كيف توجه هذه الثورة وفكر هذه الثورة المسرح المصري في المستقبل؟ الثورة للتحرر والتغيير، والمسرح المصري هو أولى بهذا التحرر وأولى بهذا التغيير. تغيير نمط الإدارة، تغيير ذهنية الإبداع، إفساح المجال للشباب، إفساح المجال للمبدعين الجدد، إفساح المجال لجيل من المبدعين تم قتلهم، لجيل من المبدعين تم دهسهم دهسا شديدا. هم جيل الثمانينات الذين لم يقفوا على المسرح حتى الآن، وإن كانت لهم بعض التجارب المسرحية فهي كالحرث في الماء في ظل إدارات ليست لديها وعيا مسرحيا. رغم ما كان يقدم على خشبة المسرح المصري من أعمال سعد الله ونوس مثلا، الذي كان يقدم على خشبة المسرح المصري إنما هو كان تنفيذ لخطط إدارية ومالية أكثر من إبداع، أكثر من كونه إبداع. هناك فترة من بداية الثمانينات حتى 25 يناير 2011، هذه الفترة طويلة جدا جدا، انتهت
عظمة المسرح المصري في عام 1984، ومن بعد هذا التاريخ بدأنا في سلسلة من المهاترات الإدارية وفي سلسلة من الفقر الإداري الذي كان يأتي على المسرح كل يوم ويوم، وظهرت عروض للمسرح الخاص، وظهرت تفاهات في فن المسرح، وظهر تسطيح في فن المسرح، كانت نتيجته الحتمية أن يختفي فن المسرح في ظل الميديا المعاصرة. بدلا من أن يتحدى فن المسرح بأصالته وعراقته وتاريخه العظيم، هذه الميديا الوافدة عليه، وهذه بركة 25 يناير. إن شاء الله أحلم بفن مسرح جديد. يعني لا شك أننا نحتاج إلى العديد من اللقاءات التي تفسر والتي توصف لنا ظاهرة المسرح السياسي، لكن أعزائي المستمعين إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء مع الفنان والناقد المسرحي الأستاذ جلال الهجرسي. نشكر حضرتك في هذا اللقاء. شكرا يا فندم. وكان معنا ومعكم من الهندسة الإذاعية عصام سيد. بانوراما مسرحية. إعداد وتقديم معتز العجمي.